وعود إلى سيد عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. سيد عمر، هل تسمعني الآن؟ نعم. سيد عمر، مرحبا بكم. بداية، من خلال الأخبار التي ربما تطلعون عليها ومن خلال معايشتكم أنتم في بغداد، كيف تصف لنا أوضاع المعتقلين في العراق؟ نعم، أصبحت أوضاع من حيث المعاقل والانتهاكات الخطيرة وما يتعرضون له من أبشع صور التعذيب في الكرامة الإنسانية، حيث أصبحت هذه السجون مقابر جماعية لهؤلاء المعتقلين. وكما هو معلوم أن غالبية السجناء هم الذين اعتقلوا نتيجة دعاوى كيدية أو من قبل المخبر السري وبدواعي طائفية أو انتقامية، وعلى أثر التعذيب قاموا بالاعتراف بجرائم لا صلة لهم فيها. إذ هذه تقوم عمليات الاستجواب عن طريق التعذيب، وكما يذكر لنا أحد المعتقلين في سجن الخوت في مدينة الناصرية أن الأوضاع المعتقلين في هذا السجن أنهم القوات الأمنية لا ترسل مرضى من السجناء لتلقي علاجهم على الأطباء، وأن غالبيتهم يعانون من الأمراض المزمنة نتيجة سوء الظروف التي تحيط بهم. وضع القيود في أيديهم وأرجلهم باستمرار حتى في جنازينهم، وهذا ما يؤثر على حركتهم وبالتالي على صحتهم. عدم توفير ماء لاستحمام، حيث أن بعضهم لم يستحم لأكثر من شهر. التعذيب الممنهج سواء كان جسديا أم نفسيا، وإدخال الكلاب البوليسية عليهم لإرهابهم. يتحدث السجناء بأنهم وضعيتهم ساوية جدا، من حيث أن المأكل والمشرب لا يرتقي إلى مستوى يعني ليس صالح للاستهلاك البشري، ويعذبون نفسيا وجسديا في هذه السجون. ازدحام الجنازين بالنزلاء حتى أن بعضهم ينام واقفا. الطعام والشراب كما ذكرنا لا يصلح للاستهلاك البشري، وهذه بعض المعاناة التي وصلت لنا من معتقل واحد في سجن الناصرية كما يسمى سجن الحوت. طيب سيد عمر، هذا الإهمال الحكومي الذي تتحدث عنه وأوردته على شكل نقاط، هل تراه متعمدا أم أنه ربما يكون فشلا إداريا من لدن الدولة؟ لا أبدا، يعني ليس يعني هو يقترن هذا الفشل الإداري فضلا عن أنه هو التعمد في استعمال القوة والعنف والطائفية والتعذيب والتنكيل، فهذه ظروف أو الأسباب المجتمعة تحيط بهؤلاء المعتقلين من قبل القوات الحكومية، ولا يوجد هناك أي قانون يردع هؤلاء السجانين عن ممارسة التعذيب، وبالعكس بأنها يعني تفرض تعليمات صارمة على هؤلاء بأنهم يجب أن يقوموا بتعذيب هؤلاء المعتقلين، وإلا فإنهم يعني يلغى خدمتهم من هذه. وأصبحت السجون هي مصدر كسب غير مشروع لهؤلاء السجانين والأحزاب وغيرها من الأجهزة الحكومية التي باتت تتسلط على رقاب الناس من خلال هؤلاء المعتقلين. وتأتي لنا حالات كثيرة بأن هؤلاء يقومون بابتزاز ذو الضحايا أو المعتقلين بأنهم يجب أن يدفعوا المال حتى يخرجوا هؤلاء من معتقلاتهم، وبالتالي فإن هذا أصبح فضلا عن أنهم ممارسات ممنهجة تقوم بها القوات الحكومية، فإنها مصدر رزق أو كسب غير مشروع، عفوا كسب غير مشروع لهؤلاء السجانين يتاجرون بالمعتقلين. طيب سيد عمر، على ذكر الوجوب تكررت لديك أكثر من مرة، هل هناك معايير دولية يجب أن تتوفر في السجون في العراق؟ هل هناك معايير محددة؟ نعم، يعني تشير المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ولا يوجد استثناء لهذا.
وكل فعل من افعال التعذيب المرتكبه في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي او موجه ضد اي مجموعه من السكان المدنيين ويعتبر هذا ويعد هو من قبيل جرائم الحرب. ودعنا نقف عند هذه النقطه بالتحديد، اذ ان هؤلاء المعتقلون الذين يوجدون الان في المعتقلات الحكوميه بانهم اعتقلوا ضمن حملات عسكريه وضمن حملات امنيه موجهه ضد سكان مدنيين، وبالتالي فان هؤلاء القوات الحكوميه ترتكب جرائم حرب لحق المدنيين، وكما نص عليه هذه الماده في المعايير الحقوقيه، فضلا عن انه يحظر يعني حظرا تاما حالات الاختفاء القصدي والاعدام دون محاكمه شانها من شان التعذيب وساءه المعامله. وهذه ايضا ان القوات الحكوميه تقوم بالاعدامات الميدانيه وتقوم ايضا بالاختفاء القصدي لجميع لاغلب المعتقلين، عندما يذهب احد الضحايا الى السجون او دوائر الحكوميه ليسال عن هذا لا يعرف اين مصيره واين يعتقل واي جهه اخذته، وبالتالي فان حق هذا المعتقل وحق ذوي الضحايا بان يعرف مصير ابنائهم يصبح مجهولا. نعم. وهذه تعد كلها انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان ترتكبها القوات الحكوميه في اداره السجون في العراق، التي اصبح العراق من خلالها نقطه داله على انها يعني أسوأ السجون في العالم. من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، شكرا جزيلا لكم.